بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا انيس عبد الله عيسى وحن نهي ما انت او اي بشو تهي بشي تبناد اما با اكتوبر تدوية توان كيدي او لوغون دي ان اي تهي مالين تي شهادة مجاهدين تي اسنم ايان سعودال دير او نغور ايا سند كان سند كي لحاد انو كسو بلوني مقالة دا وچالة ساعد مركا يهيد توان كي ارورنمو سعود كاسون كتجي إنه مجال هذا قبيلي أو إسكو شلون مسافة دن سديه دي صدون كيلومتر سعود كاسو أنا دورنا هنا أنا كحس إنه شهادة دي أسلم أنا جو جروب بدنا سعود كانوا أنا جو بلاوي لحس إنه دورتيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أوي بيشو طاي تضبيه طبعا كي بيشي إن أكتوبر ما أنت شهادة أسلم أو أنا كسر داغلي دقمة وشالة كل أجن هاي دقمة قبيلي تاسون وحصي إنه شهادة دي أسلم صعد كاسو أصعد كل حال أو بلابي أنيس عبد الله عيسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت واي بيشو تهيت دبي 8 أكتوبر لبضل كون لبيا لباتن وحان وحصي إنه مالين تي شهادة دا سومالي لان هاي لغوصو أروريه شهادة دا سومالي لان تدبي 8 أكتوبر صعد كيغو أهبو تشاليه إلا إن شاء الله قبلي هدي الله إدمو وحن كحسينا مالنتا نصور شاقني وصوت كانوا ولبا أكل لحاد أو بلابي أنيس عبد الله عيسى سايد دينا بتقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحبونا نرمى يد هذا الكورة اللي ودبي مركا وحن يديش شاقنا نمانتين صعود كيقو هالكا وكسو بلابي هالكا لو كنا مانيو ومانتين شو هذا ذي السلام كان تيجي مريض السومالان مركا وحنو ان دي سعود وناكسن سعود وناكسن دات كانوا وحنو الشيقين سعود كبضيان وعافمات عافمات باكو جريح مركا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كان يسبر دبيي وصاو دي شيقي مانتا ومانتي شهاداقة اسكي اسلام تا اكو قولي قيريو دي ودكينا اسو هالقبي وانا تضبيه طبنكي اكتوبر سي تاريخ شيغيسو marka waxaan ka soo binaa socodkayga oo jaale 10kii subaxnimo ilaa imkara waxaan soconaa dadkaas oo anagu inta waxaan karaankaygu ahaa aanu sameeyneyno ilaa imkara waxaan weey socodku u socdaa halka aan imka joognaa wali waxaan wadadii cusbayd ee koridorkii aan dhex tooganay baarihi oo jaale socodku u socdaa wali wax ilaa iyo gabi waxaan soconaynaa hadii waqtigu noo saamaxo. Salaam aleykum.
waxaanu taagannahay magaalada la yiraahdo Kalabeydhka, halkaasaanu ka nimiyo wajahlaha, dhinacaasina waxa weeyaan Boorame, kaasuna waa kii Hargeysa tegayay gebilay. Waxaanu markaa muxuu ahaa waa socodkii aanu saaka ka soo bilownay wajahle ee ahaa maantay tahay Oktoobar. Waxaanu xusaynay xuskii shuhadada S N M annagoo gruub badana inta tayadan bisha Oktoobar oo ahaa 11-keeda gruub badanna way dambeeyaan. waxaan ku nimi halkan iminka ilaa iyo gebilina waan u soconaa insha allahu bilahi kariim. Waa anagoo xusaynaa 17 Oktoobar maalintii shuhadada SNM. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. saaka socodkii halkaanu joogno waa Kalabeyd, taasi waa Wajahle, taasi waa Boorame, taasi waa Hargeysa. hadalkii anis ayaa dhameeyey socodkan saaka soo bilownay Wajahle ayaanu halkan ku nimid. waanu fara badanay sida ninkiiga horeeyaba sheegeen. waxaanu xusaynay 17-kii Oktoobar shuhadadii SNM. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ku soo koobayaa caafimaad waa socod,